يا نهار اسود، مالك يا بت؟ في ايه؟ مصيبة يا فايزة، مصيبة. يا دي النيلة، مصيبة ايه تاني؟ يخرب بيوتكم، ده مين اللي عمل العملة دي؟ أنا كده اتدمرت يا فايزة، أنا رحت في داهية اتفضحت. يا بت اهدي شوية، إن شاء الله مفيش فضايح. بصي البوست أصلا مفهوش أي أسامي. ما هو اللي كاتبه عارفني وعارفك يا فايزة، ده الكومنتات كلها بتسأل على أسامينا قدامك أهو، ده مش بعدي شهر صورنا أصلا. صور؟ وهو في حد يعرف الحوار ده غير الشلة اللي كانت واقفة ساعة ما ضربتيه؟ نهار أسود يا فايزة، نهار أسود، دول كانوا بيصوروا الخناقة كلها. أنا عايز أعرف البوست ده اتشاير منين؟ أنا عايز أعرف مين الحيوان اللي عمل كده في الكلية؟ أنا يا ماما. أنتِ؟ هو أنتِ قاعدة من ساعتها على الموبايل عشان القصة دي؟ أنا قلت لحضرتك إني ما بلعبش، ما صدقتنيش. يا ريتك كنت بتلعبي، ده أنتِ دوستي على شرف البنت بالجزمة القديمة، ده أنتِ عملتي كارثة. إزاي ما تاخديش رأيي قبل ما تعملي المصيبة دي؟ مش هتوافقي، كنت عارفة ومتأكدة إني لو استأذنتك هتتوتري وتقولي لي بلاش فضايح لأختك والجو. لا 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 لا، الفضايح مش لأختك، الفضايح للبنت صاحبتها الغلبانة دي. انت اذيتيها اذيه كبيره قوي يا نجاه، خصوصا ان محدش عارف ان التحرش ده وصل لحد فين. مفيش تحرش ولا حاجه يا فندم، الكلام اللي قالته بنتي ده ملوش اي اساس من الصح. استاذ عبد الله، انت مستوعب نتيجه الكلام اللي انت عايز تثبته ده؟ لا طبعا مش مستوعب يا فندم، وبعد اذن سعادتك انا وكيل المتهمه وانا الوحيد اللي ممكن اتكلم. حضرتك بعد اذنك يا استاذ شوقي، انا ابوها وانا اضرب مصلحتها. ايوه عشان حضرتك تعرف مصلحتها تقوم تورط نفسك مكانها. ومين قال يا فندم ان النيابه هتاخد بالاعتراف ده؟ ده اعتراف معيب ملوش اي لازمه. انا عارف يا فندم مين اللي ضربني، وكل اصحابي كانوا موجودين وهيشهدوا باللي حصل. يا سلام، وانت فخور قوي باللي حصل يا كابتن سامح؟ هيرضي غرورك يعني؟ هتبقى مبسوط وانت واقف قدام السيد وكيل النيابه وبتقول له ان لماذا يعني اللي شال وحيتك دي بنت قدام زمايلك كلها كسرت دراعك؟ بنت؟ هي بنتك دي تسمى بنت؟ لا راجل، والحمد لله والشكر لله ان انا خلفت بنت بمئة راجل. الحمد لله يا رب ان انا مش واقف وقفه حضرتك دلوقتي وبحاول الاحق على الراجل اللي انا خلفته على حساب سمعه وشرف البنات. شرف؟ شرف ايه يا راجل انت؟ اديك قلتها بلسانك يا استاذ عبد الله، شرف البنات دي معناها ان حضرتك عارف اللي حصل. ايوه يا فندم، وقدامكم دلوقتي قدام حضرتك دلوقتي انا اقول ماشي، لكن في محضر رسمي اسف ما اقدرش. ليه؟ ما اقدرش يا فندم، ما اقدرش ادوس على سمعه وكرامه بنت مسكينه غلبانه زي مريم، احط الكلام ده في محضر رسمي عشان في الاخر اطلع اتباهى بان بنتي دفعت عنها الدراع. ناحية تانية ما اقدرش اسيب بنتي تتحبس لمجرد انها ما قبلتش انها تضرب على وشها بالقلم يعني. تخيل. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.